اذا في عندي تيستس معينه، لو انا عندي محول وبدي اعرف القيم المختلفه البارامترز تبعت هذا المحول، بقدر اطبق عليه اوبن سيركت تيست وشورت سيركت تيست. ايش البارامترز اللي بدي اطلع على المحول حتى اعرف المواصفات تبعته؟ البارامترز اللي كنا حاطينها قبل شوي، اكس تبع البرايمري واكس للسكندري، ايش كمان؟ ار للبرايمري وار للسكندري، ايش كمان؟ في يعني المفروض اني اعرف الفولتج تبعته، ار سي اللي هي الهستريسيس زائد الايدي كارنت لوسز واكس ام. اذا عرفت هذول انا المفروض اني بعرف اي تو ذا 1 قديش اي واحد، الريشو ما بين البرايمري والسكندري. ببساطه كيف ممكن تعرف انت ايه بمحول؟ بتحط فولتج على البرايمري، اي سي فولتج على البرايمري، وبتقيس الفولتج اللي بيطلع على السكندري بعرف منه ايه. اذا الطريقه اللي بنعمل فيها فحص للمحول، خلينا ناخذ هون، راح نحط هون اميتر، نحط هون فولت ميتر، بعدين هون راح نحط وات ميتر، والوات ميتر راح يكون بيقيس الكرنت وبيقيس الفولتج. بعدين هون راح يجي عندي المحول نفسه، اذا هون عندي هاي البرايمري، هذا هون السكندري. اذا ايش اللي عمالي بقيسه؟ عندي هون فولت ميتر، عندي هون اميتر، عندي هون وات ميتر. الوات ميتر ايش بيقيس؟ باور. ايش وحدتها راح تكون؟ اي باور بيقيس؟ يعني الريل باور، راح يقيس هون عندي الريل باور، هذا وات ميتر. راح يقيس الريل باور، راح يقيس قديش الباور كونسيوم تبع هاي الجهه من هون، هي عندي هون الدوت كونفشن. اذا طريقه التست اللي راح نبدا، راح نبدا بالاوبن سيركت تيست. بالاوبن سيركت تيست راح نخلي السكندري اوبن سيركت، وراح نحط ريتد فولتج، الفولتج الريتد تبع هذا الفولتج يعني الاصليه تبعت هذا الترانسفورمر هون. هلا هون عندي هذه اوبن سيركت، تقريبا شو بقدر افترض؟ خلينا نرسم السيركت الايكوفلنت سيركت تبعتها، عندي هون اكس سكندري اي سكوير، ار سكندري اي سكوير، عندي هون اكس بي وار بي، جي اكس ام ار سي. هلا احنا حطينا هون البرايمري فولتج، شو ممكن اقرب هلا هاي الدائره؟ نعم تمام. هلا هون بحاله الاوبن سيركت تيست شو حطيت هون؟ هاي اوبن سيركت مزبوط. قديش المقاومه تبعت الاوبن سيركت؟ اللي الار سي دكتور عالي جدا. ايش الار سي؟ اللي اي ار سي هلا هاي تقريبا هون هذا جزء بقدر احمله مزبوط، مش هاي الاوبن سيركت. هل راح يمر كرنت هون؟ لا. اذا بالاوبن سيركت تيست معظم الدائره شو صار؟ زائد صارت هذا الجزء من هون. مين اكبر بكثير قيمته؟ هذا الجزء ولا هذا الجزء؟ لا كمقاومه. مين المقاومته اعلى بكثير؟ مش المضروب في هذا احملنا، هذا لا مش مضروب هون. هذا راح تكون مقاومته عاليه كمقاومه، الكور راح تكون مقاومته اعلى من هذا. يعني نفترض انا عندي، لو اني اعطيتك دائره زي هيك، هذه هون 10 اوم وهاي 10 كيلو اوم، وجيت حطيت انا هون مقاومه في، طلعوا هلا هاي الدائره، كيف ممكن انت تبسيط سريع تحل في هاي الدائره؟ تيار اكبر ايش معنى التلتين؟ بصير هلا اذا بدك تحل الحل الكامل شو بتعمل؟ تجمع 10 زائد 10 مش هيك؟ فبصير عندي الكرنت، ونفترض هذه هون 200 فولت، الكرنت ايش راح يساوي؟ 10 يصير 200 على 10 15 مضبوط؟ قديش راح يطلع الجواب؟ طلع 200 على
10,000 و10. هاي ببساطه شو بتساوي مباشره؟ 10 كيلو. هل راح الأشر 10 صغيرة هاي تأثر على 10 الكبيرة 10,000؟ إذا تقريبا هذه راح تصير 200 على 10,000 مزبوط؟ أو 200 على 1000؟ إذا أكثر ما شاء الله إذا لأنه هاي المقاومة أصغر بكثير. إذا القاعدة شو بتقول؟ القاعدة مستنتجة من هون شو بتقول؟ إذا عندي مقاومتين أو 2 impedances in series مين اللي بتكون بتطغى عليهم إذا في فرق كبير ما بين القيم تبعتهم؟ الكبير. الكبير مزبوط؟ طيب اطلع على هاي الدائره، لو عندي انا مقاومه هون وعندي مقاومه هون وهاي المقاومه 1 اوم وهاي هاي 10,000 200 على 200 على 2 على 1000 مش بصير 2 على 1000 بروح عندك صفرين مع صفرين 2% صحيح 2% صحيح تقول نعمان مش هيك نعم بقول نعمان مش هيك كلام صحيح نعمان ما شاء الله عنه طيب نطلع هون على المقاومات اللي هون هلا لما احط انا مقاومتين ان باراليل وفي فرق كبير بينهم مين اللي بتطلع هون قيمة صحيح؟ طبعا صغيرة صغيرة فهي كانها تقريبا بحمل هاي مش هيك وبقسم الفولتج على هاي تقريبا اذا نفس الشيء نطلع هون عندي هذه المقاومة هون كامبيدنس هاي اصغر بكثير من الامبيدنس اللي موجودة هون مين بتطغى الامبيدنس اللي بتطغى اكثر اللي بتكون اقوى اكثر واثرها اكثر على الدائره اللي موجوده هون اذا بحاله الاوبن سيركت تيست شو اللي بقدر اطلعه مباشره؟ ار سي واكس ام مضبوط بقدر اطلع ار سي واكس ام مباشره من هون الفولتج الفولتج اللي حطيته هون على هدول وبهمل المقاومات اذا في الاوبن سيركت تيست هاي الدائره بتصير تقريبا هاي بتصير بحالة الـ Open Circuit Test OCT بتصير هاي تقريبا عبارة عن V هون عندي الـ Inductance XM J وهون عندي R RC أنا عم بقيس الـ Current اللي مار هون مظبوط عشان بقيس الـ Current اللي مار هون ايش كمان بعرف؟ الـ Voltage اللي دخلته وشو كمان بعرف؟ الـ Power اللي حطيته الـ Power اللي حطيتها من هون كمان بعرف انا عم بقيس الباور بقيس الفولتج وبقيس الكرنت الفولتج على الكرنت شو بتعطيني؟ زد لهدول الاثنين مش هيك؟ زد بالحاله هاي بتساوي هاي في اوبن سيركت تيست واي اوبن سيركت تيست نعم تفضل والباور الريل باور هون شو راح تعطيني؟ مش بس اي في في ايش الباور شو بتساوي بالاي سي سيركت هاي الانفيتر على ماشي بس هاي الباور بتساوي في في اي كوساين فاي مزبوط مش هيك هل في انا بعرفها هاي موجود هل اي بعرفها مزبوط من هون والباور انا بعرفها اذا شو بقدر احسب من هاي هاي المعادلة اللي بدي اياها وهاي المعادلة اللي بدي اياها. هذول المعادلتين كم مجهول عندي هون؟ اكس ام مجهول وار سي مجهول، كم معادلة عندي هون؟ معادلتين، إذا بقدر من هذول المعادلتين، لاحظوا معادلة واحدة ما كانت بتكفي. في على اي بس لحالها شو كانت بتعطيني؟ زين ما بتكفي اني اطلع قيمة اكس ام لحالها وار سي لحالها. ماشي؟ واضح؟